اليوم احنا هضروا على واحد النقاط مهمه بزاف بزاف على الناس اللي تسب الجزائريين على جال فرنسا اللي يمشي عليها فيكم تحب ديزابوني روح الله لا يردك. نهضروا ثاني على الجنازه اللي كانت اليوم تاع نائل ربي يرحمه والسرى فيها. نهضروا على الرد الرسمي تاع الجزائر والرد الرسمي تاع فرنسا على القضيه هذه باسكو الفيديو تاع البارح شغل صرات فيه خلطه ما نحكي لكم عليها. وشنو هما الخسائر تاع الصح اللي صاري في فرنسا يعني واش خسروا الطوموبيلات الحريق العباد لابوليس. ونهضروا شكون المستفيد من هذه القضيه كاع شكون راح يستفاد منها وشكون راح يخسر. ونهضروا ثاني على الامم المتحده اللي ضربتك بكف لفرنسي. السلام عليكم خوتي وخياتي مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوج. بيض قبل ما نبداو الفيديو الى ماكش مشترك بالقناه غير روح اشترك وقلت لكم القفله اللي تلقاها تتعبز عبزها ما نعطي والو معايا ان شاء الله. هذوك ولاد فرنسا اللي هم يسبوا في الجزائر نخليكم نتوما الاخرين باش نختم بكم الفيديو وهكا باش شغل نقول واش كاين في قلبي والريح. اليوم كانت الجنازه تاع المرحوم نائل وانا واحد من الناس كنت نستنى انه الالاف المؤلفه تاع الناس اللي يروحوا يحضروا الجنازه ولكن صرا العكس وهذا كان بطلب من الوالده تاعو. يعني الوالده تاعو قالت باللي نخلوا الجنازه غير المقربين يعني العائله المصغره تاعو احباب وجيران وفريم وطلبت من الصحافه قالت لهم ما تكونوش كاع يعني الكاميرات وتفيلمي وكذا ما تكونوش وهذا حق من حق ديالها. وكنا شفنا واحد الناس يتهجموا على يماه ويقول لك يماه دارت بالموطو ساقت الموطو دارت وما على باليش يا عباد ربي المراه هذيك مهما تكون راهي ام عوينه وحده وراحت لها. الشوك اللي راهو فيها ما يعلم به غير ربي وهذا الشوك هذا راح يخرج لها من بعد. شغل دوكا الناس اللي مضارين بها والهول هذا وشو صاري في البلاد الاخرى شغل تقدرش تكون نورمال مازال ما استوعبتش باللي وليدها اللي في عمره 17 سنه وهي تكبر فيه راح. والله يحليلها قسما بالله يحليلها. الله برك ما تتهجموا تقول لك شوف باسكو شفت بزاف ما متاوعنا شفت يقول لك شوف يماه وش دير وشو كلمة ما مات وليدها راهي مليحه الا ما دخلت الزنقة الهبل والله الله يعطيها الصبر. المهم الحق تاعها كان قالت لهم بلي ما يسحق حتى واحد في الجنازه يسحق غير احنا العائله المصغره وكانت الدفينه تاعو اليوم ربي يرحمه. الفيديو تاع البارح اللي طلقته في اليوتيوب صارت فيه كارثه والخلل ما كانش من عندي الخلل كان من عند اليوتيوب يعني كان مشى واحد 3 دقائق ومن بعد تخلطت الصوت مع الصوره مالغري كو انا بالمونتاج ما غلطتش فيه كي ابلوديتو في اليوتيوب ما غلطتش فيه ولكن كي اتصلت بهم قالوا لي اصبر ومنا ومن هيك ومازال تخرج لي هذه العفسه هذه باللي مازالوا يريفيزيو فيها. المهم يدزوا معاهم احنا نكملوا ما نستناوهاش. على بها اليوم راح نكمل لابارتي تاع البارح اللي ما جازتش اللي هو الرد الرسمي الجزائري على فرنسا. يعني جاب لي ربي بالك خرجه من الخراجات القليله اللي دارتها الجزائر مع فرنسا. انا والله راه خاطيني بوليتيك خاطي يعني ما نقدرش نكون محلل ولا نحلل على بالي بلي كاين بزاف فيكم اللي يعرفوا التحليل السياسي. بصح انا بانت لي بلي شغل الجزائر شغل ورات عينها الحمراء للفرنسي. ان شاء الله انا دابري واش راني فاهم مثلا نقولوا ان شاء الله. خاطر شوفوا لهنا خوتي كيكتبوا لهم قالوا ان وزاره الشؤون الخارجيه والجاليه والوطنيه بالخارج على الثقه بان الحكومه الفرنسيه ستطلع بواجبها في حمايه بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والامن الذين يجب ان يتمتع بهما مواطنون في بلد الاستقبال الذي يقيمون به. انا هنا واش فهمت فهمت باللي الجزائر تقول فرنسا يا ودي انت الديفوار تاعك انك تحمي الجاليه تاعنا اللي راهي عايشه تماك ولازم يعيشوا بهدوء يعني ماشي في عنصريه وتهديد ومن هيك. والباراغراف الدوزيام كما ان الحكومه الجزائريه لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضيه الماساويه يعني رانا نتبعوا على فرادي من ال زد مع الحرص الدائم على الوقوف الى جانب افراد جاليتها الوطنيه في اوقات الشدائد والمحن. يعني شغل ديريكت هما يقول لهم بلي احنا الجاليه تاعنا ما راحش نسبحوا فيهم واي حركه تعتبر تشويش يعني ما راحش نرقدوا ولا نسكتوا على الجاليه تاعنا اللي عايشين تماك في وقت الشده والمحاين. بصح شغل كل هاد الاخترام يقولوا لهم دي باسطا ديجا اصلا فرنسا راهي راهي بالضيقه كما قلت لكم البارح راهي هنا حكمتها الضيوقه اللغه اللي راحت ولي مارشي اللي راحوا لها على بالي دوك يخرجوا الناس لتحت يبداو يتقياو ويقول لك انتم تهضروا على فرنسا وتروحوا تعيشوا فيها. انا ماشي عايش فيها بصح ما مخاوتنا اللي عايشين فيها ندافع عليهم كيف يا عباد الله. هذه فرنسا هذه كانت من 1830 وهي مستعمره بلادكم اللي هي بلادنا قرن 32 سنه وهي مستعمره بلادنا وتنهب في الخيرات تاعنا بلا ما نهضروا على الشهداء ربي يرحمهم واش دارت واش دارت واش دارت. هاي دوكا كي الجزائريين راهم يروحوا يحلبوا فيها تماك ماشي يحلبوا فيها راهم يحلبوا كاين فرق بين يحلب ويحلب. ما عجبكمش راه تقولوا لهم علاش راكم تحلبوا فيها عنده الحق وين كيبيري رزق جدوده. الاغلبيه تاع الجزائريين اللي عايشين تما بكوارط ولا بلا كوارط اقسم بالله ما يحب فرنسا.
اي شيء يخدم ياكل يشرب يسترزق من تمك مكتوب ربي باسكو هذا ارض ربي هذه ارض ربي واسعه ما تحتها واحد وراه يحلب فيها انا فرنسا مدايره شغل هذيك البقره اللي كانت مشيانه يابسه جات للجزائر سمانت ربات ال اي اف 62 كي حاوزناها قوسي الحليب هذاك تاعها اللي راه معمرين بزازلها بالحليب هذاك اي دوك الجزائريين راهم يحلبوا فيها ريحه قرن 32 سنه حنا نريحوا تماك واحد 10 قرون نريكيبيريو حقنا اما الرد الرسمي الفرنسي على الحكايه هذه يا ودي السي ماكرون هذاك ماكرون قال لك الناس مع الناس وقط مع الراس ماكرون حكى لهم قال لهم يا ولدي لا فيولونس هذه هي اليساريه جابوها من لي سوسو جابوها من الالعاب من بوبجي ودوك نقول لكم واش صرا له مع لون كيما البوبجي في النشوه بلادهم مخروبه كاع يديك محروقه كومبلي ويقول لك لا فيولونس هذه تاع لي جان اكتسبوها من لا فيولونس تاع لي جوت مسخربين انت بريزيدون تاعها على بيه البلاد اللي يروح لها يبهت له يرخصوها وجه البخس وهذاك اللي ما تحبش كاع الناس تحب غير لي فرونسي تحبش كاع الناس تحب غير لي فرونسي ولاد بلادها هذيك ماري لوبان المكروه المنبوذه عالميا هذه هي لوكازيون ديالها باش تبين روحها راهي دوكا تعرض في الباك في لي دورسو عيناني وراهي تقول باللي البروبليم راهو فينا يعني فيهم هما لانهم هما شغل راهم عاقلين مع لي زيترونجي وهنا شغل راهي حابه تجبد الحكايه هذيك تاع اللي كل خطره تجبدها تاع المهاجرين والحراقه راهم خمجوا لهم البلاد وراهم ياكلوا فيها رزقهم والحكايه هذيك دوكا راهي تبازي على العنف هذايا وراهي تقول شوفوا واش راهم يديروا ولازم نعاودوا نزيروا ولازم نحاوزوهم ولازم ماكرون يجبد روحه باسكو ماكرون شغل مرخوفه راح تحرق على جال المهاجرين تمونطات ديريكت تمونطات بصح البارح المفوضيه تاع الامم المتحده لحقوق الانسان ضربت فرنسا بواحد السقله شكون هي هذه هي الناطقه الرسميه لمفوضيه الامم المتحده السلميه لحقوق الانسان لونو البارح هضرت وقالت يا فرنسا لازم تحاربي العنصريه من داخل مؤسسات الامن ديالك يعني المؤسسات الامنيه ديالك راهم يستعملوا العنصريه بزاف وهذه المره الثانيه الخطره الاولى كانت في ديسمبر 2022 وين قالوا لهم باللي راكم بزاف تتعاملوا مع الاجانب العرب والافريقيين والروامن هذوك تاع الروماني والمسافرين قالوا باللي راكم تتعاملوا معهم بعنف كبير لازم تسقموا رواحكم وهذه الخطره بعد موت الطفل المرحوم نائل زادوا عاودوا هضروا عليهم يعني فرنسا بالنسبه للامم المتحده راهم عندهم العنف الكبير في مؤسسات الامنيه ديالهم العنف العنصرية وبيان سور فرنسا ما يعجبهاش الحال ناش والله تحرقت خاصة انه العام الجاي عندهم واحد ليفينمون مونديال ما بيش اسمه تاع سبور ولا حاجة هكا اللي واش وصل دوكا ما يساعدهاش كاع ومن دلعت هاد الاحداث هذوما السلطات الامنية الفرنسية اعتقلت اكثر من 1300 شخص 1300 بنادم جي نعطيكم عدد واحد اخر يخلع اكثر من 1350 مركبة محروقة كاميون فورغون تران طوموبيل حوالي 250 مبنى حرقوه لي سوبيلات الحوانات اكثر من 2500 حريق في الطرقات يعني يشعلوا لي بنو ولا حاشاكم بيد نتاع الزبل ولا اكثر من 2500 79 شرطي مبليسي اما عدد لي بليسي تاع المتظاهرين ماشي مديكلارينو وما يعرفوش باسكو سي نورمال لي تبليسه ما راحش يروح للسبيطار هو باين يروح للسبيطار يحكموه وفرنسا باش تحارب زعما هذه الحاله هذه قال لك من 9 تاع الليل 6 تاع الصباح يحبسوا البيوس التران دب حبسوهم كاع من 9 تاع الليل 6 تاع الصباح وما يبيعوا يحبسوا البيع تاع دوك لي في دار تيفيز المحارق لي خونزي مقوصين والله وما يبيعوش البياد تاع ليسونس وقال لي برودوي شيميك ولاسيد قال لك يحبسوا البيع تاعهم في واحد لي ديسكوسيون واحد لي لايف تاع الفرنسيين والله غير مرامينها كاع الجزائريين هم يحصلوا بلي الجزائريين هما اللي مدايرين هذه الفوضى هذه والمشكل انه الجزائريين ثاني تامنين بلي الجزائريين اللي مدايرين هذه الفوضى هذه نفهمكم في الحكايه هذه تاع الفوضى هذه اللي صايره الفوضى المنظمه اسكو في ميسكم غير لي زالجيريان اللي راهم يديروا هذه العفايس هذوما او تلقى جزائريين مغاربه يهود دي فرونسي روامنا دي جيتون تلقى كاع البان كاع الجنسيات كاين ناس عندهم دي ماغازا صرات عفسه كيما هادي اي بروفيتي يحرق هو المغازا ديالو هو يحرق المغازا ديالو باش يرومبورسي له لاسيونس ويديكلاري بلي حرقوا له كان فيها 50000 اورو ما على باليش
نفس الشيء في الطوموبيلات، كاين بزاف اللي هو يحرق الطوموبيل تاعو وماشي جزائري، ما عنده حتى علاقه مع الحكايه هذه، عنده طوموبيل شويه مضبضبه ولا شويه عيانه يحرقها ويروح يديك لاري. كاين عباد مختصين في هذه الحكايات هذوما، غتصرى بانيكا كيما هذه قد ما تزيد لها بالحاله قد ما هو يستفاد. تما انت تقول لهم يسرقوا ولا ماشي يسرقوا، اولا فرنسا هذه ماشي بلادك، يعني انت خارج. انا نهضرش على لي فرنسا هذوك اللي يسبوا فينا، هذوك مبينين هذوك من بكري كرهونا، يعني ما راحش يحبك، ما يحبك بكري ما يحبك دوك. انا اللي غاضتني سك ولاد البلاد تلقاهم يسبوا في ولاد البلاد، اقول لك العنف وداروا العنف وبهدلوا بينا. حاجه الاولى انا والله ما تغيضني فرنسا قسما بالله، الله لا رفد عليهم، انا تغيضني بلادي ولاد بلادي برك. بصح انت تدخل تطيح تسب ولاد البلاد تقولهم بهدلوا بينا، علاش غير الجزائريين ما يديروا هكا؟ غتبقى لي فرونسيين دايرينها، والافريقيين هذوك، هذوك ولاد بلادك ماشي ولاد بلادك، افريقيين هما اللي ما يديروا ثاني. يعني الجنسيات بزاف، على زعما انت طايح على ولاد بلادك زعما وديروا لي لاف ويسبوا منا ومن هيك. انا واحد ما يعجبنيش العنف وكثر العنف، ولكن كي راهو صاري عندهم العنف هما ربي يسهل عليهم، الله لا يرفد عليهم. طيب بعد البلا غير على ولاد بلادي وبنات بلادي، زعما باش تغيضني فرنسا منا واش راح يصرى؟ ما تغيضنيش والله، كاين لي لاف غير طلعت فيهم غير كاين الناس غير يتهجموا على المغتربين، ديرك يطلع معك في لايف يقول لك ما عجبتكش فرنسا واش راك دير فيها؟ هبط للبلاد على رزق باباك. شوف كل اللي حاسبين المغتربين هذوما ماشي جزائريين ولا ما عندهمش الحق يهضروا على الجزائر، كيما اللي يسكن في الجزائر عنده الحق انه يهضر على الجزائريين اللي برا، عنده الحق يهضر يدي النيف على ولاد بلاده، كيما اللي يسكن خارج الجزائر عنده الحق يهضر على بلاده وعلى ولاد بلاده. انا الجزائري في الجزائري ندخل روحي فيك وندخل روحك فيا باحترام، بصح ما نقعدش انا نسب فيك وزعما نسب فيك على بلاد واحد اخرى. وشكون البلاد؟ شكون البلاد؟ فرنسا. نسيتوا جدودكم، نسيتوا 132 سنة، نسيتوا الصرا، نسيتوا التشريد، نسيتوا ما موت النصح وتقول له يا وليد بلادي ياليك عايش فرنسا ربي يوفقك ورد بالك على روحك ودير تاول في بلادك ودير فيه ما تنساش اصلك ومنهم لك، مشيت راه تقول له انت يا رجعتهم كاع حركة. انا بور مو الحركي اللي يسب وليد بلادو على جال فرنسا، كما دائما راني نوصي فيكم خاوتنا المغتربين وخاصة خاوتنا الحراقة، ردوا بالكم هاد لا بيريود هادي، ما طيحش في الفخا اللي راهم يبروفيتيو منها لي بوليتيسيان فرونسي. تما هذه الحكايه تاع الهول هذا وكذا راهم يستفادوا منها لي فرونسي اكثر منا. سي فري صارت لهم شغل تبهدله مع العالم ومنا ومن هيك، بصح كاين بزاف اللي راح يبروفيتيو منها باش يطيحوا الجزائريين ولا الحراقه ولا يديروا قانون جديد ولا ما على باليش راح يديروا قوانين من بعد، باسكو ما راحش تجوز شغل مرور الكرام. سي فري بالك راح ينقص العنف والعنصريه مع الناس وكذا، ولكن راح يخرجوا امور واحده اخرى اللي راح تكون كونتر المهاجرين باينه، اللي ما راحش يرقدوا عليها. نوصيكم برك ايفيتيو المشاكل، اللي خدام يخدم يكمل يدخل للدار، باسكو والله تقدر انت ما دير والو يلصقوا لك حاجه مرنكا. فيف لاجيري وفيف لي زاجيريان بارتو، ولا واش قالوا سطولو فرنسا كيف حكايتها؟ سطولو يكره فرنسا قسما بالله كيما انا. راكو كاع في القلب خاوتي، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. تشاو راكاتي.